بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نراجع ما أخذنا في الدرس الماضي. نعم، قدم كتمامرنا وانبقنا مراجعنا قلنا نتائق. نعم، من يقول لي ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ قدم كتمامرنا ومعنا ملس الجونية وطا ياو عندما يتأيك على قلتو نبر حاجة قلتو. نعم، فنبر قم أوقف. أي كتاب درسنا؟ الدروس المهمة لعامة الأمة. الدروس المهمة عن قلقابي هونو تمرتوش عطاك علي لمن لا هغرة تصل. لماذا ندرس الدروس المهمة؟ هذا آخر واحد هناك الأبد. لا من نو إهين عن قلقابي هونا تمرت من المعربات لمن على معنو على تمتامون الملو على تمتامون. أوقف، قم يا رجل. آخر كانت درهو ابن كانت دراجهو. لا أحد يشتغل بالجوالات يا أخواننا. إيان داندو قلنا سبب موبايل بمنكاكات كسبوك بمنكاكات أنفقد من الملو. نصيحة العلماء يا عالم وجه مكر، وفيها على ما سماها المؤلف أنها مهمة. إيه بطان معلفهم اللي عند تناقروا تلك هنا أنقر قابلوا. ما هي الطريقة التي لابد أن نسير عليها في حفظ القرآن؟ نعم، قرآن عندنا حفظ ويمشن دا بجن كلاتاتشن عندنا إذا من قدو يمي أقرال لنا ما أنه قدمتها من القرآن. نعم، حفظ يومي لابد يوميا نحفظ في القرآن. نعم نعم، حفظ اليوم بكم بكم يمن المعرة ومنور أدلبت بكم بكم يمن المعرات منور بكم بكم في كل يوم. ثم نطالع في تفسير هذه الآيات، لابد من تفسير مختصر. نعم، إيان داندوا كمن المعرات قرآن أكثر بهون تفسيرات لن ما رد ما ترجمان. كتفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى. يا تفسير ابن سعدين يمثل. ونستعين بالله على العمل. قتل دم بسرة لنتعجل. إيه راسو مسرات بتمارس المسرات دان راسو يا رجال نالك الرانو.